وسهلاً. أنا اسمي عاصم السمادي. بلشت بدايتي بالحلويات من 10 سنين، بال2014 تقريباً. في مخبز ونقلوني إلى قسم الحلويات وبدأت فيه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عاصم السمادي. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا. كلك زو. طبعا في البداية سيد عاصم، وحضرتك صاحب محل حلويات التاج وبالتحديد في محافظة المفرق، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا. أنا اسمي عاصم السمادي. بلشت بدايتي بالحلويات من 10 سنين، بال2014 تقريبا. في مخبز ونقلوني إلى قسم الحلويات وبدأت فيه. ساعدوني يعني شباب أصحابي على أني أتعلم وتعلمت ما شاء الله، وفتحت محلات وشغلنا الحمد لله تمام. نعم كويس. في بس عرفنا أكثر عن محلات حلويات التاج، شو الحلويات اللي بتقدموها والخدمات الموجودة عندكم؟ حلويات شعبية طبعا، بالفستق والهريسه الشاميه والمبرومه، الهريسه بالقشطه طبعا، والبسبوسه والكيك. مبلشين بالنظام هذا يعني. نعم كل التوفيق. بتحكي لنا اكثر برايك شو سر تميزك ونجاحك عن غيرك في مجال الحلويات؟ تميزنا احنا يعني شغلنا والمصداقيه والشغل النظيف والشغل بامانه يعني، وبالسمن البلدي طبعا. نعم. تميز غيرنا. بس عرفنا أكثر عن الطاقم الموجود عندكم من حيث خبراتهم وكفاءاتهم. طاقم طبعاً مميز وخبرة عالية ودقة بالشغل. تقريباً شفات يعني على مستوى تقريباً 10 سنوات أقل واحد يعني، ومميزين جداً يعني. نعم. بس شو هي رؤيتك المستقبلية للمحل؟ أنت شو حاب تعمل لقدام؟ طبعاً توسعة يعني إن شاء الله، إذا الله قدرنا لقدام ونكمل. نعم. فرعين وثلاث واربعة ان شاء الله اذا الله قدرنا. نعم. على التوفيق. نفس الشغل على نفس النظام. نعم بالتوفيق. بس بالاصل شو هي اهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ مشاكل ما في الحمد لله يعني، ماشيين دغري والحمد لله، وزبايننا معروفين وامورنا الحمد لله تمام. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا سوف تقول له؟ كل الشكر والاحترام لسيدي جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشكره على أنه استقبلنا وأعطانا مجال ونشتغل ونعمل وفرص عمل ونشكره. نعم. بس أستاذ عاصم أكيد فيها ترك بصمة بحياتك وشجعك وأعطاك الدافع لتوصل لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا؟ لأهلي طبعا يعني، شجعوني أني أشتغل بالحلويات، وأبوي أكثر شيء الحمد لله واستمريت. نعم. تحكي لنا أكثر كيف ممكن للسادة المشاهدين التواصل مع حلويات التاج، تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. التواصل معنا عن طريق الصفحة، موجود الموقع كامل. نعم. الفرع الأول مغير السرحان بجامع البلدية، الفرع الثاني شارع 20. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد عاصم السمادي على حسن استضافته لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك ونورت شاشتنا. أهلا وسهلا، شرفتوا. كلك زو. يسعدك.